السلام عليكم. فادية حمد، مواطنة ليبية. أنا طبعا موظفة في التعليم، تدرجت من مدرسة، من بعد إدارية، شؤون إدارية، بعدها مديرة مكتب في مكتب رياض الأطفال، بعدها انتقلت لخيارات أخرى هي عمل خاص في مجال الألغام. طبعا هو مجال يعتبر الكثير ينظر له أنه مخاطرة ومغامرة، لكن في منظوري الإنسان المغامر هو اللي يكون مبدع ويكتشف الأفضل. وبعدين في جانب آخر كنا يعني ننسى الإضاءة عليه، هو الناحية الإنسانية، هذا المجال إنساني بحت. طبعا أهم عمل قمت به هو في أول تدريب، اللي هو اكتشافنا لمخلفات حرب وألغام مزروعة كانت في الحقل، وإحنا الفريق الوحيد، وكأني كأول امرأة في ليبيا، هذا كان شيء يسعدني جدا. العمل اللي افتخر به إني أنا أول قائد فريق على مستوى ليبيا ومن الجنوب في مجال مسح الألغام، أكون قائدة لمهندسين يعملوا معي في نفس مجالي، وهذه تعتبر ميزة، وهي أول مرأة في ليبيا. اشتغلت في منطقة الجنوب سبها، واشتغلت في منطقة البوانيس، ومستقبلا وعندي قدرة أشتغل على كامل مجمل ليبيا. أردت أن أعطيهم نصيحة أنهم يجربوا كل شيء ولا يخضعوا للمجتمع. يعني أنا عندي هواية أو مجال أحبه وينظر للمجتمع بأنه شيء سيء أو أنه من وصمات العار، لا أمتثل لهذه الأفكار لأنها غير مقنعة، والأشياء اللي غير حرام فهي متاحة للجميع.